انضم الينا عبر الهاتف من بغداد الاستاذ عمر الفرحان من المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. اهلا بكم استاذ عمر الى استوديو الرافدين. انتهاكات متواصله للميليشيا في اكثر من منطقه من مناطق العراق، ما هو الهدف برايكم وهل هناك مغزى من التوقيت؟ نعم، قامت القوات الحكوميه والميليشيات في تجاوزات كثيره منذ تاسيسها والى اليوم ومن اكثر من جهه، وهذه ليست المره الاولى التي فيها التجاوز على الاراضي والممتلكات والمدنيين، وحتى لم تسلم منها دور العباده، وهذه التجاوزات كلها تتيح لدى القراءه اكثر في معرفة ودوافع هذه الميليشيات لغرض تواجدها في العراق في هذه الفترة وفي هذه الأوقات الحالية، وهذا يستدعي أن هذه الميليشيات تقوم بانتهاكات خطيرة وجسيمة لحقوق الإنسان وعلى المرأة والإسراع من الحكومة العراقية، وعلى أيضا ما نسمع من المجتمع الدولي الذي اعطى لها وخضع لها بان تقوم بهذه الاجرامات في هذه المحافظات دون رادع وبلا حسيب، ولا هذه الحكومات تقوم بضبط هذه الميليشيات وتقييدها وفق الاطار القانوني الذي وضعوه لانفسهم، وبالتالي فانها ترى هذه الميليشيات هي اعلى من القانون واعلى من المجتمع الدولي لتنفيذ سياساتها المدمره في العراق ولتنفيذ اجنده خارجيه لا سيما الاجنده الايرانيه في المنطقه، وتنطلق من العراق في هذه الفتره بالذات. نعم استاذ عمر، الملاحظه ان هذه الاستفزازات يعني تجري في اكثر من بقعه في ان واحد، سواء في حزام بغداد او الموصل او الانبار، هل ترى ان هناك اجنده معينه تقف وراء هذه التحركات؟ نعم، هي الميليشيات أداة في أكثر من حزب من الأحزاب الحاكمة في المنطقة الخضراء، وأن كل ما يجري وجرى في جرائم في العراق على العموم وفي المحافظات الغربية والشمالية وفي مناطق حزام بغداد وفي ديالى هو يتم توجيهها من غرفة العمليات المشتركة المركزية وإدارتها في المنطقة الخضراء إدعاء وإسراف نور المالكي وقائد الحزب الثوري الايراني قاسم سليماني وزعيم منظمه الضد الحادي العامري وابو المهدي المهندس الذي هو يعني يعد الفاعل الاساسي لهذه التحركات والعمليات في العراق، وهذه بطبيعه الحال تاتي من توافق هذه الاحزاب على عمل الميليشيات وجعلها في اكثر من مكان تعمل به وفق المنظور الميليشياوي وفق منظور الأحزاب التي جاءت لمصلحة المثل ولمصلحة كبيرة. نعم، ربما هناك تفرج حكومي إزاء كل ما يجري كالعادة، لكن ماذا عن المؤسسات المعنية بشكل مباشر مثل الوقف السني الذي يتعرض أملاكه لسطو في وضح النهار؟ نعم، يعني دعنا نفصل في هذه الفقرة تفصيلا قانونيا حتى لا نكون قد جازفنا او جارينا الحقيقه عن مواضيعها، فقد نقص الدستور حال على ان تدخل الدوله حمايه حريه العباده وحمايه تماثيلها، ونقص الماده 11 منها على ان الاعتراف المقدسه والاقامات الدينيه وكذلك الاوصاف في العراق هي كيانات دينيه حضاريه وتدخل الدوله بتحديدها وصيانتها وحرمتها، فضلا عن ضمان ممارسه الشعار بحريتها، وهذا مناف في الحقيقه لما نراهم من تقارير ونراهم من ادعاءات كثيره على ارض الواقع على عكس هذا النص الدستوري الذي يحتكمون اليه. ورغم ذلك ورود النص التشريعي الى ان قانون العقوبات خلا تماما من فرض العقوبات الرادعه بحق المنتهكين باستثناء الماده 372 منه والتي تضمن الحبس مده لا تزيد عن 3 سنوات، يعني هذه العقوبه هي يعني ايضا تبرر القيام هذه الميليشيات الانتهاكات الجسيمه بحق الاوصاف السنيه في هذه المناطق والاستيلاء على كثير من الاماكن ودور العباده في هذه المحافظه، وحتى قانون الارهاب لم ينص على تجريم هذه الانتهاكات ومر عليها مرور الكرام، فضلا عن ان هذه القياسات الدوليه تحرم هذه الاعتداءات المستمره بحق المدنيين
وبحق استيلاء الغير مشروع على هذه الممتلكات من قبل الميليشيات، وكذلك نظام اساسي المحكمه الجنائيه الدوليه التي قال انه كل من يدمر او مرتكب جريمه ويدمر ممتلكات معينه او يستولي عليها، وهذه لا تكون الا في ضرورات عسكريه، وان يكون تدمير الى واسع النطاق، وهذا ما نشهده في العراق في هذه الحقبه المره من تاريخ العراق الذي تسيطر فيها الميليشيات. فهذا يستدعي تدخل مجلس الامن وتحريك المحكمه الجنائيه الدوليه لايقاف هذه الانتهاكات المستمره التي تقوم بها ميليشيا الحشد الشعبي. من بغداد الأستاذ عمر الفرحان من المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، وتابعنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.